فتوصل الزمالك كمان لاتفاق مع الاتحاد التونسي لكرة القدم علشان يستمر فرجاني ساسي وحمدي النقاز مع الفريق وعدم الانضمام لبعثة المنتخب. ساسي والنقاز كان من المقرر انضمامهم لبعثة منتخب تونس يوم الثلاث النهاردة استعدادا لمواجهة موريتانيا وديا في 6 سبتمبر الجاري، ومواجهة أيضا كوت ديفوار يوم 10 من نفس الشهر. وبين مواجهة موريتانيا وكوت ديفوار كان هيلعب نادي الزمالك أمام بيراميدز يوم 8 من نفس الشهر في نهائي الكاس، وهنا بقى كانت بوادر أزمة، ولكن ساسي والنقاز مش هينضموا لبعثة تونس، والزمالك تواصل مع مسؤولي المنتخب وحصل على موافقتهم كمان للإبقاء على ساسي والنقاز لنهائي كاس مصر. مسؤولو تونس بدورهم تواصلوا مع النقاز وساسي وأبلغوهم سمح ليهم ان هم يستمروا بشكل طبيعي مع النادي الزمالك وعدم الانضمام للمنتخب التونسي. طبعا دي من الاخبار الساره جدا اللي بتعم على كل جماهير نادي الزمالك وايضا كمان على مجلس اداره النادي، لان انت بتتكلم عن عنصرين مهمين جدا. كان صعب ان نادي الزمالك يخش يلعب على بطوله بدون وجود فرجاني ساسي وايضا حمدي النقاز اللي وجودهم من الموسم اللي فات خلاص اصبح بمثابه وجود من العناصر الأساسية، قوام أساسي لنادي الزمالك، وأكيد وجودهم هيكون بجانب بقى عدم كمان رحيل العناصر اللي بتشارك مع المنتخب الأولمبي زي مصطفى محمد من أبرز النجوم اللي ظاهرين في صفقات النادي الأهلي، أو عودته بقى من إعارته لطلائع الجيش أثبت وجوده، وأعتقد كمان الاعتماد عليه هيكون في الفترة اللي جاية كبير. فبالتالي كل الأخبار بتصب في مصلحة نادي الزمالك في الفترة ديت. ممكن على الصعيد الآخر نادي بيراميدز عنده بعض الغيابات وبعض الإصابات، هل هتكون مؤثرة؟ هل هيقدر إن هو يسد ثغرات الغيابات اللي هتكون عنده في الفريق؟ كل ده اكيد هيبان في الفتره اللي جايه، ولكن اعتقد كمان ان نادي بيراميدز عنده دقه قويه جدا، عامل صفقات كبيره، اللاعبين عندهم حافز كبير جدا ان هم يفوزوا بلقب على حساب كمان فريق كبير زي فريق الزمالك. فبالتالي كل البوادر كده بتقول لنا ان احنا على موعد ان شاء الله يوم 8 باذن الله مع مباراه قويه وممتعه جدا في نهائي كاس مصر الزمالك وبيراميدز.